المعارك تحت دم في قرية الخيام اللبنانية، اشتباكات عنيفة تستمر، حزب الله يزيد من وتيرة عملياته، والجيش الإسرائيلي يتكبد الخسائر، محاولات حثيثة للسيطرة على تلة الحمامس ووادي العصافير، فما هي أهميته الاستراتيجية وكيف يبدو المشهد على الجبهة الجنوبية اليوم؟ يستمر الجيش العدو الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين محاولاته الحثيثة في تحقيق أي تقدم يذكر في توغلاته البرية، لكن الأمور تجري عكس ما تشتهي سفينة نتنياهو ووزير دفاعه. تلقى القوات المتقدمة صداً عنيفة من قبل مجاهدي حزب الله المرابطين على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأمام هذا المشهد وبالانتقال إلى محور قرية الخيام اللبنانية الذي استحدث مؤخراً، يركز جيش العدو في الآونة الأخيرة مستعيناً بالطيران الحربي وسلاح المدفعية وآلاف الجنود كل جهوده في محاولات لإحداث أي تقدم يذكر بالسيطرة على تلة الحمامس ووادي العصافير في قرية الخيام، في محاولة لإحكام السيطرة على باقي القرى لما توفره التلة من إحكام للسيطرة على البلدات المحيطة. وفي هذا الصدد كثف حزب الله من عملياته على هذا المحور مستهدفا تجمعات جيش العدو والفرق المتقدمة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وسط استبسال في القتال، وكانت قد جرت محاولات إسرائيلية جديدة للتقدم بالدبابات باتجاه الحي الجنوبي الشرقي في مدينة الخيام من جهة الوطا، وقد سمعت أصوات رشقات رشاشة غزيرة وانفجارات في المنطقة. بدوره نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو يوثق الاشتباكات العنيفة في محور الخيام. وقد تركزت الاشتباكات بحسب بيانات حزب الله في وادي العصافير ووطن الخيام الذي استهدف 4 مرات منذ صباح اليوم. من جهتها أعلنت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن إحصائية مؤلمة تفيد بنقل نحو 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 6 جنود إسرائيليين ومصابين بجراح خطيرة بالقصف على المطلة، بالإضافة لإصابة 14 جنديا بالمعارك البرية خلال 24 ساعة الأخيرة. وبالانتقال إلى الجبهة الفلسطينية في غزة، استهدفت إسرائيل مستشفى كمال عدوان حيث تعرض الطابق الثالث منه لقصف جوي إسرائيلي تسبب بإحراق مخزن الأدوية ومستلزمات طبية تم استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية. يأتي هذا فيما شهدت مناطق شمال قطاع غزة فجر اليوم غارات جوية عنيفة وقصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا طال مناطق عدة في شمالي وغربي مخيم جباليا وبيت لاهيا، ما تسبب باندلاع النيران في عدد كبير من المنازل.